ناسنا وحبا الله مرحبا بكم، فرحانين بلقائكم في عدد جديد دائما من خلال برنامج رانا هنا، برنامجكم اللي يدخل لبيوتكم انتم اللي راكم تابعوا فينا من هنا من داخل الوطن ولا حتى من خارج الوطن. نقول لكم سي لو رونديفو اللي راكم تستناو فيه واللي والمكم انتم، سي ليميسيون رانا هنا اللي فيها دي زانفيتي دو مارك وفيها اسمع فيك مانيش فاهم يا حي تليفون انا قال بعدها ثاني الو الحاجه وي مون ديريكتور وي وي جو تونتو بيان ميتنون وي ها شاي الحقري الفاكس واه كان من الاولى ما كانش يبان غايه وين لحقري الفاكس الحاجه واه الاس ام اس وصلني شويه 12 تاع الليل بصح حقيته بيان كوميفو ميرسي بوغ نوفيل ديسيزيون ها يعطيك الصحة مون ديريكتور ميرسي 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 نوفيل ديسيزيون مون ديريكتور بصح الحاجه اه تليفونك تليفونك واه تليفون تاعي تهرس واه هذا البوري بعين انا العين متهلبتني الله ينجينا وجه امه محمد قولوا امين هذا كنت تهضري به مع واه ديريكتور واه هذا نهضر به هنا باختو غدوه تحوز الحاجه غدوه راكي محاوزه الحاجه غدوه راني محاوزه اه راكي محاوزه الحاجه ايكوت ايكوت سمعت بال ديسيزيون التاليه ولا ما سمعت بها واش من ديسيزيون مون ديريكتور مسكين الله يذكره بالخير يعطيه الخير رابح ان شاء الله عطاني مهمة جديدة قال لي شوفي توحى قلت له واحد قال لي نورمالمون طاونا سيكونت سيكونت بصح انا قلت له لا شنو سيكونت سيكونت ها لا خليني نكمل لك ما تقلقش على رزقك انت غادي تدي 51 وانا ندي 49 بصح في واش في واش في ليميسيون ليميسيون هاي غادي نتقاسمو حاجه انا بالك بلي انا لي ديسيزيون كاع بصوني في التليفون هاي شوف ندير ميزاجور فوالا دير ميزاجور هاي خلاص دير دبليو دبليو في تو حاج دكر دح دك دح دك دح دك دح دك دح بوان كوم دوك تخرج لك الاس ام اس بروجي مليح ها نتقاسمو سي لو مو اكزاكت حاجه كاش ما كيتخلطي لا لا والو ودي انا مون ديريكتور مسكين قال لي سي سي ولا لا ديسيزيون هذه انا ما وصلتنيش دوكا دوكا هذا وين برك وصلت اسمح لي هما ما تعاسرش معايا ماسي انت يمين ولدي ونعزك انت وارى الحاجه على بالك ودي انا نعزك ها انت وارى الحاجه لا انا جوارينهم دريس اروح اروح باش تكون شاهد نتقاسموا الانيماسيون اه نتقاسموها ميم الانيماسيون ثاني ميم الانيماسيون نتقاسموها معليش كرهك راك نعاودوها مالا ادريس رقدنا في زوج اوكي صح حكمني انا 51 قدبني انا 49 معليش قدب السنين يلا ناسنا وحبابنا انتم اللي راكم تابعوا فينا من كل مكان من كل مكان ناسنا وحبابنا كما قال لكم انا نديكم لا تخاديكسيون سيتادير الانانيش والانوشات والشيبانيات في كل مكان فازي كمل انتم اللي راكم سهرانين وانتم اللي راكم قاعدين وانتم اللي راكم اون فامي انتم اللي راكم قاعدين تما في الدار وتما راكم دايرين قصره بالبيستاش وكان واخواتها وكاع رانا جايين هيا تكمل بودي خوف خوف بدات ليميسيون نهار اليوم سي لو مومون باش نبداو يا الحاجه ليميسيون راهي كوماست الامبيونس بنتي رفيق ماشي انا اللي نقدر براسي هنا ولدي ساي والله غير والله غير ريحتيني الحاجه على بالك غادي كي شغل غادي نماركي بينارتي ولا ندي كورنر راكي مليحه تما راكي مليحه ماركي ماركي من الكاونتر 20 الحاجه نزعوا عليا بنيتي حاجتها واعره واعره فينا المخرج تنا خرجه اللي ما كناش نيماجينيو فيها وما كناش نستناو فيها معليش لنهار اليوم راهم رايحين يكونوا حاضرين دي معانا دي زانفيتي دو مارك دي زانفيتي اللي تحبوهم دي زانفيتي اللي طلبتوا عليهم واليوم رانا هنا يقول لكم شبيكم لبيكم واكيد لو بروميي انفيتي اللي رايح يكون حاضر معنا هو نجم من نجوم الاغنيه الجزائريه هو اللي حينما يغني كلمه يوزنها في ميزان ويخليها توصل لكل الاسماع والدق لكل القلوب اعطونا تحيه كبيره 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 على عبد الرحمن جلطي تحياتنا لكم انتم اللي التحقتوا بنا ونرحبوا بالنجم تاعنا عبد الرحمن جلطي عبد الرحمن جلطي مرحبا بك فرحانين بلقائك اليوم ما تقوليش راك زعفان ثاني يا وعلى شعرتوني يا وعلى شعرتوني عرتوني انا عندكم وعيتوني والله نسمح لكم <تصفيق
هذه سين بريمير عبد الرحمن، سين بريمير. هنا ورانا هنا والدنيا ما زالها طويله. انا هنا والدنيا ما زالها طويله. عبد الرحمن عباك شنو جاتني على قلبي هذه الكلمه باسكو كاينه واحده سكارا فيها باش نقول لها برك باللي رانا هنا والدنيا ما زالها طويله. 51 ولا 49 المهم الاصلح البقاء للاصلح يا الحاجه اللي راكي عبالي راكي في مصيف القارس. ها ما نهدرش اونتر بارونتيز اللي في القلب في القلب. خلي في قلبك الحاجة. انا دوكا راني مع عبد الرحمن جلطي النجم تاعنا النهار اليوم اللي اكيد على بالي بلي الكثير الكثير منا عنده دي سوفونير اللي راهو حاكمهم على الاغاني تاعو، وعنده في نفس الوقت حينما نقولوا هذا الاسم نقولوا العائله الجزائريه، الاغاني اللي تدخل للعائله بدون ما تقدس العواطف. فاعطونا تحيه واحده اخرى على عبد الرحمن جلطي. سي عبد الرحمن مشوار طويل وعريض، الحمد لله توج بالذهب وتوج بالاعمال النقيه والنظيفه، الله يبارك عليك. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. دابور قبل كلش برك باسكو ما حييتش الجمهور كي تجي الداخل باسكو حبيت نلعب لا كوميدي شويه تاع زعفان وكذا، مي نعاود نحييكم يعطيكم الصحه. حوالي 30 سنه العمر الفني لهذا النجم. سي با فاسيل نقولوها باللسان بالصح انه الواحد باش يتجوزها اي عمر. و 30 سنه سوا سوا 30 سنه سوا سوا باسكو اول البوم تاعي اللي خرج سيتي في 2000 في 86 في هاد لا بيريود في جانفي ولا فيفري 86 كانت تخرج البوم الاولاني اللي هو بيني وبين قصه طويله اللي كانت هي اللي فتحت لي الطريق للشعبيه والجمهور الجزائري والحمد لله. وكاين شباب اللي ما سمعش ربما هاد الاغاني كما نقول لك هذا هو لو سكري تاع الارتيست وثاني على الجمهور اللي يبقى دائما يوفي للفنان باش يبقى حي في الساحه الفنيه. اكزاكتومون سي غراس او بيبليك. 30 سنه عبد الرحمن هي نقولوا باللي هذا الشيء يشرف. بصح دوكا اسكو 30 سنه هذوما ندمت عليهم ولا ما ندمتش عليهم؟ ما كاش ما نقدرش نندم على حياتي وما نقدرش نندم على واش قدمت، ولو كان غدوه نعاود نزيد لهذ الدنيا نعاود ندير واش درت. يا سلام، اعطونا تحيه كبيره على النجم تاعنا عبد الرحمن جلطي. ولنهار اليوم تانيك القاعده تاعنا راح تتزين، راح تزيد تتزين مع اميره من اميرات الاغنيه الجزائريه اللي اكيد فخورين احنا انه نستضيفوها في برنامج رانا هنا لاول مره، وفخورين انه راح نتقاسموا معها كذلك ومع عبد الرحمن اوقات ولا اجمل ولا اروع. هي ريحانه في حضورها وندى في اغانيها، اعطونا تحيه كبيره على ندى الريحان. النجمة تاعنا ندى الريحان اللي اكيد استقبلناها بهذه الاغنية الجميلة اللي نهديوها لكل ناسنا واحبابنا، وهي اكيد لقاء فرصة للقاء الفنانين. يا هلا مرحبا بك، لاباس، اعطونا تحية واحدة اخرى على ندى الريحان. كون قلتي جوني مار؟ جوني مار قلتها لكل انسان يعني جلطي ولا انت كل واحد دير فيه الخير ويرد لك الشر تقول له جوني ما الله. هذا هو اللي خاصه ماما الخير بالخير. صح 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 بصح علاش قلتي لنا انت ولا جلطي؟ يعني كيما انا كاملين انتما كاع يعني حكايه لينا كاملين حنا. اي انسان دير فيه الخير ويرد لك الشر قول له جوني ما. لا جلطي باسكو هي دارت فينا الخير راني شافي نهار. لا لا يا اخي ما نجبدوا لهم وما ردينا لهاش الخير. بصح اليوم راكي معروضه معنا. ما تقوليش تاع لا تورني اللي دارت فيها الفنج. اكزاكتومون هذيك هذه حكايه جديده هذه كاش منها انا هذه انا هذه لقيتها انا حكاوها لي وعلى لسانك وبلا فوتو تاعك في الفيسبوك. وين هذه بعيد شويه؟ سي ان فو بروفيل سكيل باغي مالا. انا مانيش دايره كان خويا عمل لي الفيسبوك ديالي ومن بعد لايتي بيغاتي. خويا قال لي احبك وحبيبتي واعشق صوتك. قال لي وخويا شويه رجلها هكذا. قال لي انا هكا وانا معادل. ومن بعد لايتي بيغاتي جو كخوا 5 اور دو ماتان دونك هي دي فو بروفيل.
راهم دايرين حتى الصور تاعي راهم يستعملوهم ويهضروا مع لي زارتيست هكذا في الميديو ارتستيك تو بحكم باسمي انايا. ومن بعد بالعقل يعرفوا يقولوا لهم علاش ما تستغلوا المراه هذه وتهضروا بالاسم تاعها. قولوا كما درناش هكا بالك ما تجاوبوناش بالك ما تهضروش معنا. فنقول لهم يفوا فريمون تري تري اتونسيون باسكو كاين ثاني مراه عيطت لي باش نعملها فرح تاع بنتها. قالت لي هضرت مع وحده في فيسبوك قالت لي نحسب لي انت قالت لي كي قلت لها عطيني النيميرو حبيت. الو نقول لهم ردوا بالكم ان شاء الله جو في فيغ ان بروفيل اوفيسيال بالهاد لا شونسون هادي نو كاين دي شونسون ان شاء الله مع هذا لو سينجل الجديد هذا لو كليب ان شاء الله كملناه نعاود ندير اون باج فيسبوك اوفيسيال ومن بعد نمد كامل تيلي تيليفون دي فيها انا يهضر سي عبد الرحمن انا فيسبوك عندك ان بروفيل فيسبوك انا ديجا فيسبوك مسمي حمام بوك باسكو باش يحوسوا عليك ويسبوك حمام حمام سي 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 فريم اي كمان مي مليح ديال الدنيا بصح فيسبوك مليح مليح لواحد الجهه اخي تلاقى مع احبابك هاد الناس العاديين الشعب يتلاقى مع صحابه اللي ما تلاقاش بهم صافي 20 طون ولا 30 طون ولا 10 ولا بفيسبوك تعاود تلاقى به. فيما يخص للفنانين يقدروا يتصلوا بك المبرمجين في الحصص ولا اللي يبرمجوا الحفلات يعني في يعني في العالم يعني لو فيسبوك هذا لا امبورطون بيان سور شبكه عالميه اكزاكتومون ودرك سي لاكتوال نحبوا ولا ما نحبوش اللي يسمى فيسبوك اللي يعرف كيفاش يتمشى به ما يضرش واللي ما يعرفش يبين لكم. إبا عبد الرحمن ويا ندى كاين الناس اللي عندهم مرض واسمهم مرض الفيسبوك سي كو باغ اكزومبل او خارج مع صحابه راني خارج مع صحابي دبرتوها انتوما دروكا ويلي اليوم ما تخليناش ندى على بالك باسكو ما يعرفوش لو كوتي تاعي كنضحك عفوي توجور سيريوز واش كنت تقول دركا انا دي فوا نتعجب في هذا الشيء هذا تاع الفيسبوك اللي تسيبو يسمى خارج كيما راك تقول خارج مع صحابو طافي يحط في يحط لانفورماسيون تلقاهم تو تسمى كاع ولينا دي جورناليست كاع كاع ولينا دي جورناليست راني في القهوه راني في لوبيتال راني في البيرو هي ايام الايام الايام اللي حلي مزوجين نساهم على بالهم الراجل دون زيان سونس مي انا شوف لو سول بروبليم اللي ما نحبوش في فيسبوك اللي عندهم لي فو بروفيل سيتادير داير ان بسودونيم ماشي اسمه وما حطش لا فوتو تاعو وتسيبيه انت لما تكومونتي يعني تعلقي على اي حاجه تعلقي عليها حاجه ضراتك في المجتمع ولا في السياسه ولا تحبي تكتبي باللي هذه الحاجه ما عجبتنيش انت بوجهك وباسمك راكي تعلقي هو يجي يتخبى مور هذاك البوطو اللي راه مخبي ويكريتيكيك يعني تو كريتيك ويقول لك باللي واش تكتب وهو ماهوش ميم با موري لا نفسه لا الصوره تاعو لا اسمه انا هادو ما نقول لك صح ماشي يعني ما انت انت انت, انت واش تقول يعني عبد الرحمن ويا ندى واش تقولي باغ اكزومبل في ان بيرسون اللي تعيط لك بلابيل ماسكي صافا تجي كوا واش معناها؟ كثير جوني ما عندي بزاف ما عرفتوش بالماسكي خاطش تالمون وليت ما نريبونديش ما كاش بصح قالوا لي بلي دايره روجي دابيل تاع واسمه تاع الماسكي اللي يجيك بالماسكي ما كانش ما عندوش من انتم من انتم عرفوا بانفسكم بيت بيت من انتم نو سي فري سي فري بوز ميم لي زابي الماسكي كان اونكور بلو غراف كان اونكور بلو غراف اللي تسمى يبدل لك النمرو اليوم عنده نمرو على شهر يقول لك بدلته على شهرين بدل له نوت نيميرو باش تبوز لا كيسيون علاش سورتو واحد هكا كيما تحبش ترفد له هكايا صح ما طاح هكذا يا ما تحبش تلفزو ومن بعد يجيني نروح دخري عندك لي صار انا حكمتك الو ومن بعد انت تقعد هكا لا لا والله التليفون تاعي مانيش عارف ايبا انا اليوم خيرت انه تكون اللمه ما بين ندى وعبد الرحمن جلطي لانه انا نعتبركم كنموذج للفنانين اللي لازم نفتخروا بهم في بلادنا هما الفنانين اللي ما قبلوش انهم يتنازلوا على المبادئ تاعهم عندهم مبادئ انهم يغنوا الاغاني النظيفه وقعدوا يغنوا الاغاني النظيفه راح نحكيوا على هذا الموضوع لكن بعد ما ودوكا راح نطبقوا قاعده 49 51 الحاجه جو سوي لا جو سوي لا ولدي ما عندي وين نروح انا يا راني انا مع بنيتي والان سيدتي سادتي ننتقل الى المواضيع الشيقه والجميله رفيق اعطيني الجينجل تاع امينه بنتي مع مصر
ديك الساعه بنت تفضلي. لا ده ماشي ماشي مو في بالي هكا. قولي لي واش راك يا حبيبيه؟ دابا غادي نجيبوا لك الحاجه تمقسي الحاجه. راه حبيبيه الحاجه شاي راني رحبت بك بالعمي كثرت لك شويه. هيا اه نسلموا على ماسي وعلى لي زانفيتي اللي راهم معاه هنا دا وجلطي. خلهم شرفتوا لنا البلاطو البوبليك بيان سور لا وحاضر والدي جي رفيق ابلو سيني واش حنجيب لي هذيك صحابتي. شوفي بنتي انا راني تاكلي عليك انت يا موارفه تجيبي لنا مواضيع شابين وكاع. انا اليوم راه عندي سسبنس في راسي اش راكي جايبتنا اليوم. خلاص دونك حديثنا لينا هذا اليوم الحاجه تو حبس كنت اللي راكي لانيماتريس برينسيبال كتريدي في البرينسيبال جوستمون خلي ما سينسينا. دونك راح نتكلموا على تقنيه جديده اللي راهي منتشره بزاف في العيادات الخاصه وجاتنا من بلاد بعيده. جاتنا من لاشين هاي بدات تنعس. جاتنا من الصين راح نتكلموا على الابر الصينيه. هاد التقنيه احنا نعيطوا لها بالطب البديل وتعالج جميع الامراض كما احنا نقولوا البدنيه ولا العقليه وايضا العاطفيه الحاجه العاطفيه. بنت العاطفيه كاتري العاطفيه الموت العاطفيه. نروح نشوف الموضوع ديالنا مع الطبيب المختص والتقنيه كيفاش عالج المريض نشوفها ونعاودوا نرجعوا. الحاجه دوك تروح نشوفوا دروك الفيتيات تاع بنتي امينه. شوف ما تروحي لا كوزينه ما خلي البزوزه وحده سبحان الله العلي العظيم. دروك تشوفوا هيا اليكم الفيتيان. لقد ظهرت أنماط أجنبية كثيرة للطب البديل ويتصدرها الطب الصيني التقليدي الذي انتشر في بعض العيادات للتداوي به بشكل كبير وأصبحت تستقطب عشرات المرضى يوميا. الإبر الصينية هي طريقة صينية قديمة عندها تقريبا 4000 سنة 4000 سنة من الوجود. تقريبا تتركز في الصين اليابان كوريا فيتنام تايلاند وتقريبا القارة الآسيوية. هما يعتمدوا على مسارات في جسم الإنسان. هناك كاين تقريبا 12 مسار في جسم الإنسان وكاين تقريبا 366 نقطة علاجية. تفيد الإبر الصينية في العلاج من العديد من الأمراض وبنجاح. الربو، آلام الظهر، آلام الأطراف والمفاصل، الصداع والصداع النصفي أو الشقيقة، وبعض أنواع الحساسية بالإضافة إلى الأمراض النفسية كالقلق والاكتئاب والإرهاق والتوتر. يعني لما درنا هكذاك التشخيص شفنا عنده تسارع في دقات القلب. يعني إذاك تحس عندك تسارع في دقات القلب وعندك نبض في أعلى السرعة. هنا هكذا نبض في أعلى السرعة. هذا يعطينا يعني تشخيص الحالة أن عندك صدمة. القلق هذا يجيك من جراء صدمة. احنا نعمل معك إن شاء الله جلسة تاع إبر صينية وأعطينا رأيك إن شاء الله من بعد الجلسة. أوكي؟ تختلف درجة نجاح الإبر الصينية حسب طبيعة المرض، بالإضافة أن طبيعة المرض هي التي تحدد أسلوب العلاج، كما تتحكم في النتائج درجة استجابة الجسم للعلاج. كان عندي سطر في ظهري وفي كرشي وسيرتو في رجليا. دوكا سطر هذاك بون في ظهري مانيش نحس به سيرتو في رجليا ما كاش كاع سطر هذاك ونحس روحي خفيف بزاف وعيان نحب نرقد. وإذا استعملت الإبر الصينية بطريقة جيدة وتمت بواسطة طبيب مختص فإنه لن يكون لها أي ضرر أو مضاعفات أو أثار جانبية، وهذه من أهم الاعتبارات التي يمتاز بها هذا العلاج الذي يعد أفضل البدائل. هاني رايح ندخل شوية في الـ 49% تاع الحاجة توحى ونقول لك يا الحاجة توحى السوجي كان شباب ويخرج عليك الليلة حبيتي تسترجعي شوية الشباب تاعك إليك الخطا الحاجة. عندك الصح ولدي والله لا عندك الصح. تسمى أنتيا راك تخمم كي شغل في بلاصتي كي شغل راك ساكن لي فلالي موا راك الله فيك بنتي فلالي موا هيا شاي شاي أنا قلت لك التليفون عندي الكلمات يهربوا لي أنا السنين ما عنديش بنتي والله العظيم إذا جبتي لنا موضوع أنا يساعدني. كما شفتي الحاجة كانوا هذوك الإبر رقاق بزاف تالما رقاق الحجم تاعهم ما يساويش الحجم تاع الشعراء ديالنا. هذوك الإبر عندهم أماكن محددة يعني في لوكوغ ديالنا كاين مسارات وكاين مسارات رئيسية مسارات فرعية فهذوك المسارات يجوزوا الطاقة. كاين اللي دي فوا يصرى لهم خلل في هذيك المسارات في هذاك المسار الطاقة ما تجوزش. دونك كيما أنت الحاجة إلا عندك بروبليم ولا باغيكزومبل عندك لو ستريس ولا عندي بروبليم أنا البروبليم اللي عندي الصداع تاع ماسي هذا لي ستريس. حاجه بلاصه تشكيك هذوك انت لازم لك المسامر
ما ديريش عليه راه يهترك ما ديريش عليه جوستومون دونك كي نديروا هذوك الابر هذوك في هذاك المسار في هذيك المنطقه المحدده راح يرجع لك توازن للجسم ديالك. تري بيان داكور. انا بنتي والله اللي ساعدني انا الاستيتيك الدولي قاعد راه مي الاستيتيك انا لا فات علي باري هذه مليحه هذه. لا لا معليش الا عندك حاجه واحده اخرى باغ اكزومبل عندك ولادك يتكيفوا بزاف وحبوا يحبسوا الدخان. لا 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 ولادي ما تكيفوش بنتي ما كاش ممنوع التدخين عندي. عندك ولادك اسمه ماشي. لا لا ولدي ماشي مانيش عارفه بنتي الا راهي يتكيف سكيمي ما على باليش. فوالا دونك هاد الابر ما عندهمش اثار جانبيه مام الا يعني ما نجحولكش. هما يقولوا لك انه ينجحوا 90% مام الا ما نجحولكش ما يشحن يضروك الحاجه. ودروك كي ما ينجحوش راهي لا كارونتي. لا كارونتي كيفاش لا كارونتي؟ ما كاينش لا كارونتي؟ لا ما كاش روحي داوي. لا لا روحي داوي وان شاء الله كي هيا اوكي داكور اوكي. لا كارونتي الحاجه لا كارونتي ولا لا كارونتي ما فهمتش. لا كارونتي بالمايونيز. ايبا نقول لك يا الحاجه مع امينه كركود ساتيسفي او غومبورسي. هذه هي. يعطيك الصحه امينه كركود على الموضوع اللي جبتيه لنا لنهار اليوم. انا راني رايح نعاود نولي للضيوف اللي اكيد تشرفت كثير بلقائهم لنهار اليوم. نعاود نولي لعبد الرحمن جلطي. اسكو في يوم من الايام تخمم هكا باغ اكزومبل تروح دير هذه التقنيه باغ اكزومبل؟ هي ما نخممش ما نخممش باللي راح نديرها الا جات الروح. دوك نشوف ندى ريحان اسكو انت يا من يعني من الفنانات اللي يرتادوا هادوما لي سونتر دو بوتي واللي فيهم تقنيه الابر الصينيه؟ امن ولا قاد؟ امن ولا قاد؟ في حياتي ما رحت عملت عملية اقسم بالله العلي العظيم. دايوغ في التلفزيون على بالهم بلي انا الماكي وحدي نجيب لهم ماكي. في حياتي عمري ما رحت درت نيتواج دو بو ولا ليستيتيك ولا عند ما. في الدار عندي مواد طبيعيه الطين العسل الحليب ولا زيت الزيتون. لي لونتي ما تستعمليهمش؟ نو هاهم عينيا. لا ابدا ولا جامي في حياتي باسكو دروك الله يبارك في اليوتيوب اي تو دي فيعطوا وصفات يعني البنات هم يمدوا وصفات هكا باغ اكزومبل ماسك لترطيب الوجه ماسك سي فغي ولا لا لا دونك ما الطين مليحه بنتي الطين بصح ولا غير مليح صح وطفل وحده طفل الطين بصح بنتي عباس ما فيش لي برودوي شيميك يلك له شروط يلك ترقدي بزوز كيفاش حالك الصغار الصغار الاطفال ممنوع اي صح سي فري لازم لك وقت لازم فريمون ما لازمش دير هاك باسكو يشوفوك يهربوا سي فري تولي تخلع بصح وشنو بعد واحد كيغسل وجهه. انا شوف انا جو سوي بوغ الطرق التقليديه الطبيعيه تاع جداتنا باسكو نولو كاين بزاف اللي نعرفهم كانوا يروحوا باغ اكزومبل عند دي غون دو مارك ميم هنا في الجزائر جاتهم الحساسيه كاين اللي عندها لابو تاعها ما تحمش بالك باسكو مخدومين كاع لي برودوي شي اكزاكتومون ما كاينش كيما واحد يستعمل حاجه طبيعيه واللي ويحافظ كمان كذلك قلت لك كمان كذلك يحافظ على شرب الماء سورتو الماء باسكو لابو تحب الماء والراحه ويبعد على التدخين يبعد على كاع اكزاكتومون هذه المكياج ما ترقدوش بالمكياج جو بار دي فام لو ريستيل هذوك ما ترقدوش معليش في الليل واحد ما يشوفنا ما نخلوه حتى لا احنا احنا مالناش مشكل ما عندناش مشكل الراجل ما عنده مشكل اسمها المراه مسكينه تسوفري حياتها كاع شفنا ديك اللحيه تحففها هكذايا نورمال وتقدري ما تحفيش تخلي تقعدي باللحيه نورمال حنايا مش خرجت العروسه بضرب باب ويلي وكان الرجال جاو يماكييو وخرجوا كاع بومبات سي فغي ولا عطيتوها لنا في الزيت ناتيرال ولا صح عطيتوها لنا في الزيت ساكن هي يسمى حياتكم فيها لا سوفرونس من الصغر حتى اي ولا غير المرض باش ما نقولش حتى القبر من الصغر حتى القبر هذا كل واحد بالفعايل ان شاء الله يكون قبرنا مليح كيما قلوبنا ان شاء الله يا رب ان شاء الله. على كل من قبل ما نروحوا للركن واحد اخر أيوة. عبد الرحمن كي قلت لها علي لونتي انت شفتك شغل شويه تحسست لا لي لونتي ما نخبيش عليك بالك سمعت بحاجه ولا غير سمعت بها انا دي فون تشوكا مالغري كاين ليكسبيريونس في الحياه طول العمر وكذا مي كاين حوايج يجيبوك كيشوكيوك سمعت باللي كاين يسمى دي جون اللي هما كيقول الجون صافي دير مصغر رجال ماشي نساء يديروا لي لونتي كاينه هذه قالتها انا هذه شوكاوني شويه واش حبوا يديروا كي دار لونتي واش حب يدير سي تري 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 وعلاش سون لو دونجي سون لو دونجي واش حب يدير الراجل لا نورمال ماشي نقول لك حاجه قسما بالله العلي العظيم دخلت في اليوتيوب قال لك باش يبدلوا لا كولور ما شفتش اكزاكتومون العسل الحره تاع الشهده يديروها في الماء طبيعي في قرعه سعيده
صديق لو بوريفيي يحب يقول ما صافي طبيعي وكل يوم يقطروا وكاين حديث يهضر على هذا مما نقدرش نقول لك بصح نقولهم دخلوا في اليوتيوب حبسوا عليها كاينه وحده جربتها كل يوم خاطر هو العسل مليح كيتكحل به بكري كانوا يكحلوا بالعسل يقول لك يقوي نظريته اي با لا كولور تاع العينين واش صرا لها بدخل عينيها تتبدل لها كولور شوف اللي مرة مشوكي سي بون العسل لا سما دوك الواحد كيزيد عندها ولد ولا طفله عندها 6 شهور ولا وتشوف اللي عينيها دخلت في اليوتيوب شفتها عينيها شبحها احسن عينيها تولي البنات تعودوا ديرها خير من لي لونتي باسكو لي لونتي بلوتا سا بروفوكي اون اليرجي وعلى بالك احنا ما نفيقوش كي نهار كي دير واسمو هذاك كي تروح عند الطبيب تاع العينين يدير لك واحد العفسه نسيت اسمها الفوندوي يدير لك الفوندوي يصيب عندك دي سيكاتريس باسكو لي لونتي يديروا لي سيكاتريس في العينين ميم دير لهم الدواء ميم دير لهم البرودوي سي تري تري دونجورو خليكم مع الطبيعه خليكم مع الطبيعه وديروا كيما دارت ندى الريحان عطونا تحيه واحده اخرى على ندى الريحان اللي تحوس على الجمال وتحوس على الاناقه وتحوس على الاطلالات المشرقه في كل مره حينما تقابل جمهورها بطريقه طبيعيه هو نفس الشيء بالنسبه لعبد الرحمن جلطي اللي اكيد يشرفنا في كل مره حينما يعتري الخشبه ويغني أكيد يحافظ دايما على الصورة اللي لازم تقعد دايما ترقى للجمهور الكريم صحة هل سننال كرم الإجابة على الأسئلة اللي راح تطرح في ركن سكانير لكل من عبد الرحمن جلطي وكذلك ندى ريحان في ركن سكانير 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 ناتورال ياك سكانير ناتورال هو سكانير خاص ببرنامج رانا هنا داكو الله يبارك سكانينا يا سيدي نبداو اول سؤال نولي غير ماشي سكانير اول سؤال عبد الرحمن جلطي ابن العاصمة برخدم وبالضبط جنان ديكا عبد الرحمن حينما نقوله فنان وشنو هي المرادفات اللي تقدر تكون معاه الله علي أخي على بالك مش السؤال تاعك اللي خلاني الموسيقى هذه والله دتني شغلني معاه حتى تساعدك أنك تكون صريح ايه بدتني مع الفريديتش كوك سويس فانس وكاع الفنان شوف الفنان يقدر يكون ناجح باي طريقه ولكن لازم له الجديه حتى اذا كانت هذه الطريقه غير شرعيه يقدر تكون غير شرعيه لان الفن حاجه حره لان الانسان الفنان واش عنده حاجه اللي يكتسبها بالنسبة للجمهور بارابور للجمهور ثم يقدر يعبر عنده حاجة تضره يعبرها عنده حاجة تفرحه يعبر عليها بمعنى أنه عبد الرحمن جلطي يروح يسرق أغنية تاع فنان ويطلع بها هذه هي النجومية والفن لا لا لما نروح للسرقة السرقة لازم الإنسان يتعاقب عليها في الفن ولا في أي حاجة لأنه هذه طريقة غير شرعية هذه طريقة غير شرعية ولكن احنا نهضروا أنا ما تكلمتش بصفة خاصة على السرقة أنا بصفة عامة أي واحد منا اللي هنا موجود في القاعة ولا اللي موجود في الشارع يقدر يروح يغني ولكن يا هل ترى إلا يوصل إلى قلوب الناس هنا اللي كان نقطة الاستفهام وقلوب الناس تقدر ترفض المليح وتقدر ترفض الدوني ندى الريحان اجتازوا في حياتك الكثير من الناس اللي حقيقة يعني ألمك بزاف الوضعية اللي وصلوا لها أنهم يهدروا في ناس واحد أخرين وأنهم يهدروها أمام العلم هذا الشيء أنت واش تقدري تعلقين عليه ما عنديش تعليق يهدروا فيك يقولوا فيك كلام ممكن يكون جارح ممكن يكون هدام لا نقول انه حتى ولو انسان تكلم على اي انسان في الدنيا هذه يقدر يكذب عليها اكيد فيه غيره باش انسان يتكلم على انسان اكيد كاين حاجه غيره مش محبه الانسان اللي يهضر عليك حاجه بالشرح بيقول لي غير منك ويكرك بصح مع الايام الكذب هذاك يعاود يدور عليه فالانسان يبقى صافي مع ربي سبحانه وتعالى ويجتهد ويخدم وما يقعدش يخزر في الباسي كما قال لك واحد يمشي للقدام وما يخزرش ما يحوش على الناس واش هدرت ولا واش عملت ولا لانه هذه مشكله تاعها
فوالا. طيب والفنان يكون ماشي في طريقه يقدر يتلاقى مع صدمات، هذا الصدمات هل تبنيه، هل تحطمه، أم تكون عنده مراجعة للكثير من الأمور اللي عندها علاقة بهذا الصدمة؟ هذا هو حالة الإنسان. احنا كي جينا للدنيا جينا نبكو، الصدمات طول الحياة كان اتصدمت في حياتك؟ تصدمنا من أي ناس؟ يعني من الناس، كاين اللي الناس قراب ليك، كاين اللي بعاد عليك، كاين بزاف أمورات يعني الإنسان يتصادم في حياته. ولكن كاين حاجة اللي لازم الإنسان كنقول لازم كل واحد كيفاش يفكر، بصح أنا هكذا نخمم، العقل تاعي لازم دائما نعطي له التفاؤل مهما يكون واش يكون. صح انه ربما نقدر نفوت على فطره يسمى وين نطيح وين نعيا وكذا، ولكن دائما عندي الامل في المستقبل اللي نتفائل به ونكمل نمشي دائما، لان انا تربيت على وتعلمت على هذه الحاجه اللي نقولها لكم. المخ تاعنا واش تعطي له يرد لك، الا عطيت له التشاؤم يرد لك التشاؤم، ولا عطيت له التفاؤل يرد لك التفاؤل وتكمل المسيره تاعك عادي. الانسان يقدر يكون متفائل ويقدر يكون متشائم، والميزان اكيد بكفتيه يقدر يكون متوازن ويقدر يكون فيه خلل. الخلل حين ما يكون في الحضن الاسري ولا الحضن الفني والعائله الفنيه اكيد راح ياثر على الفنان. هل ندى الريحان محافظة على علاقتها مع الفنانين؟ وهل ما سبقش أنه كان عندك مشكل مع فنان من الفنانين؟ لا أبدا، الحمد لله. أنا كما قالك بديت صغيرة معهم، وهم كما قالك سبقوني، كما قالك لجينيراسيون اللي قبلي، كنت نحترمهم، كنت نقدرهم، يزقوا لي ما نزعفش، باسكو صح الفنانين تاع الصح يحبوا بعضهم وما يحبوش اللي عندهم مبادئ، اللي عندهم مبادئ يحبوا بعضهم. كي تفوت باغ اكزومبل في التلفزيون ما تكونش لابس مليح، يقول لك لا سقم روحك ما غنيتش مليح، يوري لك خاطرش علاه ماذا به الاسره تاعو، خاطر انا كامل اسره فنيه، ماذا به الاسره الفنيه هذه اللي راه هو راه ينتمي ليها يكونوا كامل يشرفوه وهو يشرفهم. فالحمد لله الناس اللي يتنازلوا على هذه المبادئ ويصير عندهم مبادئ واحد اخرين وعندهم اهداف واحد اخرى حتى وان كانت غير شرعيه، دوك يحوسوا على المشاكل، الناس المشاكل حتى عاود تولي عليهم. دونك الانسان لازم يكون مسالم ويزرع الخير. اكيد الانسان اللي يزرع الخير راح يحصد الخير، والانسان اللي يزرع الخير يحصد الخير، والانسان اللي يزرع الشر اكيد راح يحصد الشر. على كل معروفه بعلاقاتك مع الفنانين. لا الحمد لله. الحمد لله يعني ما شاء الله. طيب عبد الرحمن جلطي نجم من نجوم الاغنيه الجزائريه، في رايك الفن في الجزائر هل لقى بلاصته ولا مازال، ولا الطريق مازال طويل؟ السؤال تاعك فيه شويه فيه واحد الفخ، لان علاش كي تقول لي لقى بلاصتو في الجزائر؟ في الجزائر لقى بلاصتو، عنده جمهور تاعو، ولكن احنا انا بيرسونيل نحوس عليه يلقى مكانته في العالم، في العالم العربي والعالم الاوروبي. واش هو اللي خص اللي يخص في الفن؟ نهضر بصفه خاصه هي الاغنيه، لان انا مختص في الاغنيه، نتكلم عن الاغنيه. الاغنيه ماهمش عاطينها قيمه. شكون هما اللي ماهمش عاطينها قيمه؟ المعنيين بالامر الفنانين، اللي هما يسمى هما اللي عندهم كما تكلمت قبيلات عنده القدرات باش يوصل رساله في الاغنيه، ولكن يتخلى على هذا الشيء ويدير حاجه اللي تخلي الاغنيه يوصل الاغنيه بالرداءه. هذه من جهه الفنان، ولكن من جهه الثاني الاعلامي لي ميديا ما كاش حاجه اللي تخلي الفن الجزائري بصفه عامه توصل للعالميه. لان نشوفوا صح كاين بعض الاغاني اللي نجحت في العالم، ولكن ما خرجتش من الجزائر، خرجت من اوروبا. وهذه اللي نحسبوا احنا اغنيه جزائريه وصلت، لو كان ماشي اوروبا اللي دعمت هذيك الاغنيه الجزائريه ما تروحش للعالميه. هذه رانا شايفينها. وانا دوك كي عطيتني هذا السؤال، هذا نداء للمعنيين بالامر والمسؤولين باش يحاولوا يديروا لنا. هي من المفروض لازم تكون فيها قنوات خاصه بالفنان الجزائري، قنوات خاصه غير بالموسيقى، وين الفنان يكون دائما موجود في الساحه الفنيه، والشعب والجمهور ما ينساهش. احنا هذا الشيء رانا فاقدينه، والمشكله ماشي عند الفنان، هما المعنيين بالامر المسؤولين بالثقافه هما اللي لازم يحلوا هذا المشكل ويخلوا الفنان الجزائري دائما موجود. انا نتكلم علاش؟ لان دائما الجمهور حتى اليومين هذا يقول لك يا جلطي ولا يا نادى ما كنتش تبان وماناش نشوفوكم، نقطه استفهام، ما لا مدى بكم؟ اتهلاو في الفن الجزائري باش الاغنيه تقدر تطور وتروح بعيد ان شاء الله. على كل احنا
هذا كلامك عبد الرحمن، وأكيد إن شاء الله الحكم راح يكون الجمهور والناس اللي راح يتابعوا هذا الحلقة. ندى الريحان، هل أنت خايفة من المستقبل القادم ولا أنت متشرفة من الأيام الجاية في الأغنية والفن الجزائرية؟ لا، لازم يكون التفاؤل، لأنه لو كان ما نتفائلوش على بالي، وكان انا ما نكونش متفائله ومؤمنه بشي لاني نقدم فيه، وفنان واحد اخر كيما انا عنده مبادئ ومؤمن، وخويا كيما قالك، لو كان كلنا رحنا صدق انا جلاش، هو يحبس والاخر يحبس ونخلو من هبه ودبه يغني. لكن كاين فيه موجه من الفنانين اللي اصبحت تكسر اساسيات الفن والاغنيه الجزائريه. لا، ما نضنش، لا يكسروا نفسهم، ما يقدروش. الاغنيه المنحطه، الأغنية المنحطة اللي ما ترقاش للسماع، الأغنية المنحطة أنا أقول لك أي تكسر نفسها بنفسها، فهمتني؟ تكسر نفسها بنفسها. إحنا كيما قال لك جلطي، لو كان يعملونا قناة واحدة برك وين الفنان يجي يحط لي كليب ديالو ويقدم الشيء اللي راه صديق بريزون، باغ اكزومبل الى ان البوم ولا ان كليب ولا حصص تلفزيونية، فهمتني؟ تكون بزاف حاجة، تكون شركة إنتاج، تكون فيه دعم، لأنه إحنا عندنا تراث وعندنا ناس مبدعين مازالهم الله يبارك. فأنا ما نشدش هاد الموجة هادو اللي خرجوا يعني في وقت ما نحكم على الأغنية الجزائرية أنه هي في الهاوية. لا، بمعنى أنهم شواذ والشاذ لا يقاسوا. لا أبدا، الأغنية الجزائرية عندها مثلا كي تمشي العالم العربي يقول لك نعرفوا رابح درياسة، نعرفوا السلوى، نعرفوا أنا عمرهم ولا تكلموا لي على هاد الناس، هادو الناس معروفين ومشي غير في الفن عندنا، يعني حتى تمشي العالم العربي خرجت موجة كذلك تشبه الموجة تاعنا، لكن كما يقول لك متفائلين، وخاطش لو كان ما كانوش متفائلين وكان كلهم انسحبوا وبقات إلا هاد الموجة، فأنا كبيرة. وكان هذا ركن سكانير من نهار اليوم لكل من عبد الرحمن جلطي وكذلك كاش قاعد يتحكم قبيل اسمح لي عبد الرحمن، يعني دخل في الجو تاع لومبيونس تاع، ولكن الانسان اللي ما يدير سكانير واش يعطوا له؟ ها؟ واش يعطوا له؟ لما يدير سكانير؟ ها هذاك الشيء راح نستناوه في لاباج فيسبوك. يعطوا له ريزولتا. لا لا كاسمات. ها يا سمعي الريزولتا من عند الحاجة. ها الحاجة. احنا يا ولدي عبد الرحمن في السكانيل ما نعطوكش الريزولتا. احنا نعطوك دعوة الخير ان شاء الله. راك رابح ان شاء الله وشتو سويت ان بون كونتيناسيون. ابلود. الحاجة هضري تزيري خير، هضري تزيري خير الحاجة. إيبا مازلنا دايما معكم ناسنا وحبابنا ومتواصلين في برنامجكم، رانا هنا اللي في كل مرة يدخلكم بجديد، وراهم حاضرين معنا كل من الفنان النجم عبد الرحمن جلطي وكذلك ندى الريحان اللي تعطونا تحية واحدة أخرى عليهم. شكرا. وندى الريحان كانوا عندك الكثير من النجاحات والعديد من الأغاني اللي كانت دورة ثورة 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 في عالم الفن والأغنية، اللي راح نسموه أميدلي مع دي جي رفيق. هذا كان أميدلي لفنانتنا ندى الريحان اللي راي حضرة معنا النهار اليوم، ومباشرة راح نستقبله كذلك معنا نسرين عروة. نسرين عروة راهي حاضره معنا من جديد، هي كذلك في كل مره جينا بالمواضيع تاعها، جينا بلي سوجي اللي في كل مره تعرفنا عليهم على جديد. يا درا نسرين مرحبا. شكرا مرسي، نقول لك مساء الخير. اول شيء نرحب بمشاهدينا الكرام، كذلك تحيه كبيره لضيوفنا الاستاذ انا اسمي استاذ جلطي والاستاذه ندى، بطبيعه الحال تربينا على الاغاني تاعهم ما شاء الله. اكيد. انت مالك تقولي لهم بلي كبار يعني؟ لا ماشي هكذا، لا تقولني ما لم اقل يا مرسي. نعم يا تلميذه. نعم صحنا تلاميذكم يا سيغ بيبليك تاعنا، مرحبا بكم. شكرا.
نسرين في كل مره نستناو المواضيع الشابين ديالك يهضر على النهار اليوم وراك رايحه تدينا. نعم اليوم حبينا نديروا التفاته للشباب وشكون الشباب هادو اللي داو قروض من وكاله تشغيل الشباب لونساج وخاصه اللي نجحوا في المشاريع تاعهم. اذا نروحوا نشوفوا نموذج من نماذج الشباب الناجح في بلادنا ونرجعوا مع السي. هذه هي الشبيبه الجزائريه اللي حين ما يتعلق الامر بالوطن يقولوا نعم، واكيد احنا كلنا مع هذا الشباب ونتمناو انهم يكونوا سواعد للبناء والتشييد. راجعين. العديد من الشباب من استفاد من قروض من وكالة التشغيل واستطاعوا أن يؤسسوا مؤسسات صغيرة ومشاريع أثمرت لهم بالنجاح مثل الشبعواتي. كانت عندي فكرة قديمة، الفكرة الوالد ربي يرحمه بداها وحنا جينا كملنا مورها عاودنا طورنا فيها، خدمنا لي موديل جديد، درنا الأورطوبيديك بكري كتخدم مطلع روسور دوكا ولينا نخدموا فيها اورطوبيديك لي نورم انترناسيونال. خدمو تاع كوليكتيفيتي تاع الجماعي هذاك تاع العسكر تاع شرطة تاع سبيطارات، خدمو لي درا لي زوريي لي كوات لي كوفرولي. صناعة الأفرشة وخاصة الحديثة منها والمريحة والتي تعد قليلة الصناعة في الجزائر تفنن فيها عوادي والفريق العامل معه بكل إتقان. حنا نجيبو المطلة نجيبو القماش وحده لاوط وحدها لافيز دين كاين اللي نعقبوها نديروها المطلاصاج باش القماش ما يتفزرش ما يتحلش، كاين اللي نضربهم بلي سيرجيتوز باش ما تقطعش القماش ولا حاجه نطبوها نخدموها كيما شفتوا. نخدمو نخيطو الماطلة نقفلوها مليح كاينه ماتير مليحه عاودو نحطو نونباليوها لنا سيرتراس باش ما تشد بلاصه فيها نقولوا فيه كي الفورغون ولا كيكون يرفد مطلع نورمال يرفد 6 بصح كي تكون مروليه يرفد 50. بدا بينا يسيي الواحد اللي يسيي خير من ما يسييش، ماشي اي واحد كاين واحد يعرف يسيي ما ينجحش كاين واحد ما يعرفش يسيي ينجح. مثل هذه الشركات المصغرة ومع وجود العزيمة والإتقان سيشجع شبابنا أكثر لمستقبل زاهر وتطوير منتوج بلادنا. يعطيك الصحة نسرين على هذا الموضوع لهاد الشباب اللي نعتبروهم النموذج واللي إن شاء الله يكثروا في جزائرنا الحبيبة، خاصة وأنه كنا احتفلنا بذكرى أكيد عيد النصر اللي كانت في 19 مارس وإحنا اليوم رانا نحكيو على هذا الشباب اللي راهم يواصلوا في مسيرة البناء والتشييد اللي إن شاء الله يا رب أكيد تجعل من الجزائر دايما الجوهرة واللؤلؤة يا نسرين. نعم سيهم مستقبل الجزائر خصوصا انه في السنوات السابقه رانا شهدنا كثير من الشباب وين اتجهوا للونساج الى وكاله التشغيل وداو قروض وداروا مشاريع كثيره في مختلف المجالات، هناك البعض منهم اللي نجح في هذه المشاريع وكون نفسه ودار مؤسسه، وهناك البعض الاخر اللي ما نجحوش ربما وفشلوا، وذلك دائما راجع لعدم الاختيار الانسب للمشروع اللي حاب يدخل فيه. اذا كما شفتوا الاخ عوادي كانت مهنه الاب كان دارها بكري وواصل الحرفه تاع الاب تاعو وطورها بكل اتقان وبكل يعني وبكل احترافيه، وحنا بطبيعه الحال باقتناء هذه الاشياء وبالتشجيع تاعها بالتشجيع تاعنا ليهم هما راح يزيدوا ربما في الاحترافيه اكثر ويزيدوا في الاتقان ويزيد لهم ربما من الامل يكون عندهم امل كبير انهم يزيدوا يطوروا في المشاريع تاعهم، فلذلك دائما ندعي الناس انهم دائما يبقوا في منتوجات بلادهم وان شاء الله هاد الشباب دائما نقول هو امل الجزائر ومستقبل الجزائر ان شاء الله يا ربي. منتج بلادي يعني معاك بين دوك نطلب من الصانع لازم هذاك الانتاج اللي يعطيه لي يكون راضي به، لازم يكون 100% هذا ما كان راضي به لا بور كونسومي سي سي صح. حتى في لي زيلكترو ميناجي الادوات الكهرومنزليه راه يشرو بزاف جزائري، علاش؟ الحمد لله. نعم كي نسقسو ناس باغ اكزومبل لي كويزينيير سادير سون سيتي لا مارك
والبلازما ايتو والله غراهم يشرو جزائري علاش يقول لك كان كاش ما يصرى لها البياسه تاعها نصيبها اكزاكتومون تكون كاينه فوالا يقول لك البياسه تاعها كاينه اي فوالا وحتى من الجوده والله غير حتى من الجوده والله غادي تلقاها خير من تاع الخارج حقيقه يعني هذا على هذا اللي قلنا يعني الحمد لله احنا وصلنا لدرجه انه نتشرفوا بالشباب تاعنا وبالصناعات اللي راهي تتطور يوم بعد يوم احنا نتشرفوا بشبابنا ونتشرفوا في نفس الوقت بتاريخنا وتاريخنا سكن في أغاني عبد الرحمن جلطي وهديت لهذا الوطن الكثير من الأغاني عبد الرحمن هذا واجب علينا واجب كل فنان ولا واجب أي شخص باش البلاد تاعو اللي عايش فيها يعطي لها حقها ما يستناش هي تعطي له هو ثاني يعطي لها بطريقته هي بطريقته الخاصة ليه الحمد لله حنا مادام عندي طريقة تاعي هي من خلال الغناء الأغنية نأدي رسالة وجدت أغنية على واسمها يعز فرحتنا يعز فرحتنا تكلم على على شهر نوفمبر الانطلاقة تاع الرصاصة الأولى يعني درت موضوع بسيط ولكن بالكليب صورناها بالكليب اللي نشكر صراحة نشكر مديرية التلفزيون لا كنت حابك يعني تقول المخرج شكون خليني المخرج من بعد المخرج يقدر يحمل ويصبر ولكن مديرية التلفزيون اللي عطاتني يعني الفرصه باش نصور هذا هذا الكليب هذا لان ماهيش حاجه سهله والمخرج اللي راك تكلم عليه انا ما نقولش شكون انت تحب تقول شكون يبا حين ما يتلاقى الاخ اللي هو فنان مغني ومطرب يتلاقى مع الاخ ديالو اللي هو مخرج يعني اسكو نوردين جلطي اللي هو الاخ تاعك حين ما كان يدير في الاخراج تاع هذا الكليب كيفاش كنت تحس يعني اسكو ممكن نورمال شوف هي يعطيك الصحه على السؤال هذا لان مهم بزاف في الكليب لان الكليب كيكون واحد يكون راح يحضر كليب خاصه لنا ماشي بلاي باك باسكو كاين دي فوا يحطوك قدام شجره ويقول لك راه كليب هو ستان بلاي باك لما تحضر كليب لازم تكتب السيناريو لازم تخير الصور لازم الاغنيه تخيرها تخيلها كي رانا يسمى الاغنيه تتغنى بالموسيقى والالحان انت راك تتخيل في الصور اللي راح تحطهم وهذه الفرصه اللي كانت عندي مع خويا نور الدين اللي خدمنا وحضرنا الكليب يعني نجم نقول لك حوالي شهرين وحنا نحضروا فيه قبل ما نبداو نسجلوا لانه كان فيه بحث وكان فيه يعني عمل يعني حاولنا ما حبيناش نديروا اغنيه وطنيه يسماك عاديه حبينا نديروها كليب بمعنى الكلمه اون فيكسيون ونزيد نشكر بالمناسبه ثاني امين كريستيو اللي هو مدير التصوير اللي فريمون عطانا من عنده وعطانا افكار من عنده وان شاء الله نخلوا الجمهور هو يشوف هذا الكليب و صافي بليزير وحنا راح نشوفوا مقتطفات من الكليب اخر انتاجات عبد الرحمن جلطي اللي راهو حاضر معنا يعز فرحتنا شوفوا معنا تحيه كبيره هذه البعض من المقتطفات الخاصه باخر عمل كان سجله عبد الرحمن جلطي على شكل فيديو كليب واللي اكيد راكم رايحين تشاهدوه من خلال شاشه التلفزيون الجزائري من انتاج مديريه الانتاج راعي اكيد الشباب وراعي الابداع في كل مره تحياتنا لكم انتم اللي مازالكم دائما قاعدين معنا ناسنا واحبابنا وفي هذا الاثناء راح يلتحق بنا حبيبنا عبد الرحيم ورحيم راهو حاضر معنا في هذا الاثناء اللي اكيد دخله صعيبه رحيم صعيبه بزاف مساء الخير نصير بزاف دور النجوم تاعنا اللي شرفونا اليوم بالحضور تاعهم شابه تاعنا نسرين مرحبا بك نرحب كذلك بالجمهور اللي يشاهد فينا داخل وخارج الوطن نقول لكم نحبكم وريحوا معنا اكيد وحنا نحبوا المواضيع اللي في كل مره تجيبها لنا يا عبد الرحيم مواضيع
شوك يا رحيم. ناصي هاد المواضيع اللي في كل مرة نتمنوها أنها تكون عند حسن ظن الجمهور ديالنا، وما يخفلكش ناصي أنه الجمهور تاعنا ماهوش مقتصر برك على فئة الشباب وإنما على كامل فئات المجتمع. مشاهدنا اليوم الموضوع اللي نحكيه عليه عنده علاقة كبيرة وقريبة بزاف مع طبيعة ليزانفيتي اللي شرفونا اليوم. كما على بالكم باللي هنا في الجزائر الحبيبة عندنا بزاف طبوع موسيقية، وكي نقولوا بزاف طبوع موسيقية نقولوا كاين بزاف فنانين، والحياة الفنية عندها عادات وتقاليد. من بين هذه العادات والتقاليد الأسماء الفنية، كاين بزاف ماسي أسماء فنانين يعتمدوا على أسماء الحقيقية ديالهم، وكاين فيه فنانين واحد أخرين يحبوا يدخلوا عالم الفن بأسماء واحد أخرى اللي يعرفوهم الجمهور بها ويحبوهم بها ويوالفوهم بها. نخليكم أكيد ماسي جبت لكم روبورتاج اللي نشوفوه على هذا الموضوع، نشوفوه نعود نقولوا باش نكملوا الحديث. أكيد الموضوع راح يزيد أكيد محبة عند الكثير من الناس اللي راهم طايحين في هذا الموضوع. يلا راح نتابعوا هذا الموضوع لعبد الرحيم، راجعين. أسماءهم وأخبارهم على لسان كل واحد جزائري، نحبهم ونستناو جديدهم. لكن هل خطر في بالك يوم أن تسمية نجمك المفضل قد يختلف كليا وفعليا عن تسميتهم الحقيقية؟ ولا هذه من زمان كاينة من نخلق الفن معناتها حتى درونج با دي بيرسون معناتها كل واحد يحب يسمي روحه كيما يحب. يلجأ عدد كبير من الفنانين إلى تغيير أسماءهم ويستعينوا بأسماء فنية تولي هويتهم الوحيدة، ويعتمدوا على أسماء تكون رنانة لها وقعها الخاص عند الجمهور ديالهم ويحبوهم ويوالفوهم بها. أسماء المستعارة كما يقولها سينو نو أرتيستيك، وهذوما نو أرتيستيك داخل كشغل في الماركتينغ باش الناس تسمع به تعرف تعرف اسمه سي با لو فري نو مي سي لو نو ارتستيك. والاسباب تتعدد من فنان للفنان ومن منتج لاخر، الشيء اللي خلانا نتقربوا من استوديو تاع تسجيل بالعاصمه. البروديكتور يبروبوز مي ما نمبوزيش عليه دونك سي لوي كي او دي فوا دي فوا كان دي نو كي اكزيستي او ديجا ما تقدرش دير دو زعما باش زوج نواره ولا كيما بكري قال الشاب كذا ما تقدرش تعاود دير اسمو ديجا ميم كي راح يديكلاري او نيفو دو دي دروا دوتور اي فون با اكسيبتي. في زمن فات وان كان النجوم يتخلوا قهرا على اسمائهم الحقيقيه، هل هي الأسباب نفسها اللي تدفع نجوم اليوم للتخلي على الاسم الحقيقي والتمسك بأسماء الشهرة؟ هذاك صحة عبد الرحيم على هذا الموضوع، الأسماء المستعارة ولا الأسماء الفنية عبد الرحيم. الله يسلمك ماسي برك. أنا مدابية نشكر كامل الناس اللي عاونوني على هذا الروبورتاج، كاين فيه طارق حشمان، فيه سعيد بوشلوش، وفيه ثاني الموزع الموسيقي اللي نحبوه دائما أمين، وفيه كذلك بالمناسبة نحييو الفنان تاعنا رشيد كسيرة اللي لقيناه في الاستوديو وعطانا الكلمة تاعو اللي تشرفت بزاف بلقائه هذاك النهار تاع اللي صورنا فيه الروبورتاج. كما شفنا ماسي فيه الكثير من الفنانين اللي نحبوهم ودائما نتبعوا الاخبار تاعهم يعتمدوا على اسماء فنيه، هاد الاسماء اللي يعني تزامن مع كامل المسيره الفنيه تاعهم. واكيد حنا كي نحبوا الفنان دائما يكون عندنا الفضول نادى باش نعرفوا الاسم الحقيقي ديالو، عندنا الفضول ثاني باش نعرفوا علاش الفنان ديالنا غير اسمه. كاين فيه بزاف فنانين اللي بدلوا اسمهم الحقيقي على خاطرش يتفاداوا يعني الوقوع في اسماء تتشابه مع فنانين واحد اخرين، خاصة انه تلقى فنان اسمه زبير مثلا على سبيل المثال. كاين فئة واحدة أخرى من الفنانين عندهم اسمهم شوية طويل، دونك يقصروه شوية باش يجي ساهل وتكون عنده رنة عند الجمهور تاعهم ويوالفوه كيما ماشي. لا بصح أنا ماشي سي باسكو طويل، أنا سي باسكو كانوا يعيطوا لي ملي كنت صغير كانوا يعيطوا لي هكا. هو ماشي نيسا حقيقة يعني في لي بابي ماشي نيسا، بصح يعني ملي نشفى لعمري يعيطوا لي ماسين 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 قعد هي اسم دلع. هي كل شيء مبني على الولف، على بالك في كل حاجه
توالف ولما لما تحب هذاك الانسان تولي الاسم تاعو تحفظه ويجيك ساهل والله ويكون فيها 3 كيلومتر باسكو كان دي زارتيست اللي عندهم اسماواتهم طوال ما ماشي جزائريين تلقاهم مشارقه ولا دي زاميريكان ولا دي زوكسيدونتو عندهم اسم طويل وفيهم الشراق زمغار وتسيبو حقيقه يعني سي ان تري بون ميساج وصلنا ليه مع عبد الرحيم لكن لو ميساج لواحد اخر رانا نستناو فيه من عند عبد الرحمن جلطي من خلال اغنيه راح يؤديها اون اكسكلوزيفيتي لاول مره فقط من خلال البرنامج رانا هنا اون بلاي باك راح نسمعوا كل نهار اليوم عبد الرحمن نهضر عليها ولا نقدر نهضر عليها من بعد علاش حبيت درك درك اعطوا له تحيه كبيره على عبد الرحمن جلطي عبد الرحمن جلطي كانت هذه أغنية بعنوان أنا جزائري أكيد أحنا كلنا جزائريين وفخورين بأنه أحنا ننتمي لهذا الوطن الكبير وهذا الوطن الكون اللي أكيد كلنا عايشين فيه وكلنا نسعاه حتى أن نشرفوه في مختلف الميادين كل واحد في مكانه وكل واحد في المنصب دياله أنا راح نقول لك يعطيك الصحة شكرا جزيلا على هذه الغنية اللي حقيقة يعني ترجع النخوة تاع الواحد وتخلينا نحسوا بهذيك الروح الوطنية اللي لازم دوكا عند شباب اليوم لازم يحسوا بها أكثر وأكثر سي لازم يقول لك هذه الأغنية هذه كانت الدور في راسي عندها عشرات ولا من السنين لأن هذه أغنية مخوذة من عند موسيقى تاع سليم هلالي وكنت حاب دائما نغني باش نفتخر بالجزائرية تاعي أنا لأن هذه البلاد هذه صح لما لو كان احنا المشكل تاعنا ما نعرفوهاش مليح وحنا طاحت لنا الفرصة كفنانين وين نمشوا نشوفوا الجزائر ونزوروا الأماكن اللي شوية بعاد اللي يعني الشعب العادي ما عندوش الإمكانيات باش يتوصل اللي يروح يشوفها هذا نداء للسياحة إن شاء الله يعني وين تشوف كيفاش الجزائر واش فيها كل الخيرات كل الخير عندنا كلش وشابة عندنا كلش وطبيعة تاعها شابة يعني الحمد لله الحمد لله وين يعني نفتخر بها ومهما وشفنا البلدان تبقى الجزائر والجزائر كما الأم اللي رباتك هي اللي تبقى عزيز عنها أعطونا تحية على الجزائريين وعلى الناس اللي يحبوا الجزائر والجزائريين اللي أكيد يخموا على هذا البلاد أنا دوكا وصلني فقط ما يعني مساج على الفيسبوك لكن يتعلق الأمر بندى الريحان هذه كريمة ساسي اللي تقول أنه ندى الريحان من عين الحمام تقول في عمري ما سمعتها تغني قبائلي إبا ندى الريحان تغني قبائلي تقدري تعطينا بتي تكست خير بيان سور سينيغ هدرا استقبالي كنت غنيه استقبالي تيلا ايبا هذه كريمة اساسي صوتك بيان سور الله الصوت الله الصوت الله على الاداء الله يبارك لازم نهضر لازم انا ما تقدرش ما تهضرش كي دي ماريت غادي تفي تبقى شويه هكا لازم نصح لازم نعاودها صح ورث لازم نهضر اللي تقبعيني بصح شنو غير تاخذي والو ما نعرفش كاع نتكلم باللغه القبعينيه بصح ان شاء الله عندي واحد المشاريع باش ندير غنيه بالقبعينيه ان شاء الله ان شاء الله نغني على الاكسون تاعي ونغني بالقبعينيه شغل خوليو سبانيولي وغني اون فرونسي سي صا لو شار نولي النادى الصوت تاع النادى نعرفوه محبوب صح انا كاش نمثلو الماء هل ترى عنده حدود ما عندوش حدود يجوز سبارتو صوتها ما شاء الله يا سلام يا سلام الله يبارك هي نجمتنا الله يعطيك الخير الله يسلمك علاش كي قاعده بعيده ارواحي حاجه ارواحي ارواحي معليش غير مزيد راني مريضه راني مريضه اكي مريضه اليوم انا عيانه بصح عندي عندي وليدي عندي وليداتي بسم الله الرحمن الرحيم ضربوك بعين الحاجه تعرفي قبطني لاكوم تما مش عكراكم صابريكم بيديروا كورنيه عين الله اروحي عندي روحي عسلامة واهلا بمشيتك هان الله هان الله عسلامة واهلا بمشيتك هان الله هان الله عسلامة واهلا بمشيتك مجيت عز والدلال ملاحفة واش حلوتاتك والمحزمة والخلخان تا غادي نقول لك بنتي العائله تشوفك تطرطق ان شاء الله ان شاء الله اللي يحفر حفره يطيح فيها ان شاء الله على فلك يطول عمرك الحاجه شوفي شفت كل الشيء غير هي برك غير هي برك راني جايتك على تا غادي كتر لك ان شاء الله على بالي تا غادي نقول حبيت انا نكبر معاك خلقني رب العالمين
كل مكان كون معاك. هادي هي لا شونسون اللي نبغيها بزاف سي عبد الرحمن. يعطيك الساعة الحاجة، يعطيك الساعة الحاجة. كوالا حتى الوقت كبر عليك الحاجة وبانوا عليك تجاعيد وراحت لابوتي اللي كانت عندك وخلصت ليميسيون. لا لا مازال صغيرة ودي نعاودها لك كل خطرة في ليميسيون، كل خطرة نعاودها لك مازال صغيرة وندق دق البيستاش. أنا لازم هو ندير ديديكاس. ديديكاس؟ ديديكاس. شوفي هذه من عند عبد الرحمن. هاديك صح هذا اخر البوم تاعو على بالك. هاديك صح هذه تقدر ديري فيها ديديكاس. اش هاكين نقول يا راني شوف عرام انا كاين 19 اغنيه زوج جدد والاخرين كاع لو باركور اللي كان اونور تاع السي عبد الرحمن جنتي. تما من 2016 حتى 2020 وانا نشتغل فيه. حبيت انا نكبر بعد كاينه حبيت انا كاينه ابلو صافرك برك راح ندير وحده في خاطرها واسمها حبيت نموت معاك. جو بونس كو جو بونس لي كيكو شوز في كلاس زعما توالم وانا عملت طيب يا الحبيبه. كلشي مبروك الحاجه الله يسلمك. اعطيني وحده ميوزيك شابه هكا تكون انا وعبد الرحمن باش قبل ما تعطي له لا ميوزيك انا راح نقول لكاع المشاهدين اللي راهم يتابعوا فينا يعطيكم الصحه اللي كنتوا حاضرين معنا عطونا تحية على ندى ريحان، تحية واحدة أخرى للسي عبد الرحمن جلطي، لكل من عبد الرحيم نسرين وأمينة كركوت، فيفا الجيري، فيفا الجيري، هاتك افتحها، هاتك.